شو يا سيد إياد؟ شبك صرعت من تليفونات، شو بدك؟ قول مرحبا بالأول. مرحبا. قل لي شو بدك؟ إمتى بدنا نطلع؟ أنا قلت لك بس يزبط الموضوع أنا بتصل فيك. لوراس، أنا صار لي أسبوع قاعد هون، وبتعرف شو معناها القعدة أسبوع هون؟ مصروف اللي رفقات بيومين تيسرت أمورهم. لك يا حبيبي لو إنه القصة بإيدي لهلأ سفرك وحطك بأحلى كم بألمانيا، بس المشكلة بهالأيام الجندرمة التركي فتح عيونه علينا شوي والجو مكركب. الله يبشرك بالخير. ولأيمتى رح يضل مكركب؟ طول بالك شوي، الشباب شغالين على القصة، بحب طمنك إنه كل الأمور أوكي. إن شاء الله كم يوم بخبرك أنا. طيب سؤال تاني، هذا البلم قديش نسبة الخطورة فيه؟ لك يا اياد كم مره بدك تسالني هذا السؤال؟ اتكل على الله وما بتلاقي حالك الا بنص اليونان، نحن شغلنا غير كل الناس. شلون غير كل العالم؟ لك يعني ما راح نحمل ناس كثير بالبلم، وهذا البلم جديد والموتور جديد، يعني كله امان بامان. يعني بالمختصر رحلتك رح تكون 5 نجوم، شو بدك احسن من هيك؟ كم ساعة المشوار؟ لك يا زلمة شغلة 3 ساعات بتكون بنص الجزيرة اليونانية. لا تكل هم أخي إياد، أنت موصي فيك أبو المجد ونحن ما بنقدر نقصر معه بنوب. عود شرب لك شي شغلة. مو بيناتنا، اشرب بعدين. ألف الحمد لله نزلت الحرارة. جمال الله لا تتضايق، ما بعرف شو صار لي عصبت وخفت على الولد. ولا يهمك، كلنا متوترين ومعصبين هلا. يا ريتني بس معصبة، أنا خايفة عليك، خايفة. مرات بتطلع بحالي هيك بقول شو جابني لهون؟ شو عم ساوي هون؟ ليش تركت الشام؟ كل ما عم يقرب موعد السفر عم يعس قلبي أكثر. إن شاء الله يا عادل فهمني شو عم يصير. ليش عم يصير معنا كل هاد؟ مو شو عم نقلبي؟ أنا بدي مين يفهمني، أنا بدي مين يوعيني. شو بدنا نعمل؟ كلنا هيك لا عارفين شو بدنا نساوي ولا عارفين وين بدنا نروح، عم نخبط من حيط لحيط. تخلص إلا ما تخلص. أحسن شي تبكي، ابكي بترتاحي. يا ريت أنا فيني ابكي، يمكن تمسحت. لك خلصنا بقى أنت وياها. لك شو صار لكم؟ شبكم؟ لك نحن بدنا نعيش، وإذا بكرة حيبقى بيناتكم ويروح على المدرسة ويتعلم ويفوت على الجامعة ويتخرج، وبحفلة التخرج رح نكون نحن ثلاثة عم نزقف له. لك انتو اثنين رح تجوزوني، خطيبي رح يطلبني منك يا عادل، وانتي رح تلقطيني بعرسي لك ردوشة. لك بكرة إلنا، بكرة أحلى يا رب.
عم يا ابو وليد انت منين؟ من الجنينه. لا مو هيك قصدي. ما بعرف شو قصدك. مين انا من الشام وين؟ بدك تنسى. وين بتروح؟ بتصير قرنتك محل مالك قاعد. وانا ما بدي اتذكر. ما بدي اتذكر انا وين. بس مو سهل بنوب انك تنسى تاريخك وذكرياتك وبلدك واهلك وناسك وترابك والهواء اللي عم تتنفسه. بالنهايه نحن عم نحكي عن وطن. بس بدي اتناسى مشان ما انجريت، مشان ما انجريت، مشان اولادي بدي اتناسى. بس هلا يا حسرتي علينا، صار وطننا الجنيني. شو طالع بايدنا نساوي؟ شو طالع بايدنا نساوي؟ الله يرحم اللي قال وطنك حيث تطا قدماك وانتمائك لشنطتك الصغيره. لا عمي لا، وطنك اللي بتكون امن فيه. طيب ممكن اسالك سؤال؟ تفضل. يعني واحد بعمرك وعنده لا ولاد. تكمل الله يرضى عليك، لا تكمل لا تكمل. انا ما كان قدامي الا حلين، يا اما خلي ولادي يسافروا ويهاجروا واقعد استنى خبر وصولهم، يا اما خبر غرقهم بالبحر، يا اما سافر انا. وهذا كان الوجع علي، اني اغرق اموت ولادي ضلوا سالمين. عرفت شلون؟ لانه انا شفت اخي، شفت الدنيا وعشتها. ولادي شو شافوا من حياتهم؟ لك ما شافوا شيء، لك ما فتحوا عيونهم الا شافوا الحرب والدم يا رجل. فقلت لحالي بايس بحالي وبطلع، واذا الله قدرني بعمل له شبل، وان شاء الله يصير هيك يا رب. يا رب يا رب بدخلك، مالي غير. ان شاء الله بتوصل بخير وسلامه وبتجتمع فيه بخير وسلامه. وانت كمان يا ابني الله ييسر لك طريقك ويوفقك يا رب، لانك تستاهل كل خير. باين عليك انسان طيب. يا عم يا ابو وليد ما حلو قاعدين هيك بالريسبشن ما طلبنا شيء. شو رايك نحكي مع الروم سيرفيس يجيبوا لنا فنجانين قهوه؟ وانت قلت مرحبا يا شباب. اهلا وسهلا خالد. شوفوا لي هالصوره، مرق عليكم هالوش بشي مطرح، بشي قرني، بشي قهوه، بشي شارع؟ لا والله يا خالي ما بنعرف. خالي بلغتي عنه شيء؟ ايه والله بلغت عنه هون بازمير وقالوا لي ما بيعرفوا شيء. طيب خالي نحن بنحط صورته على الفيسبوك، اكيد حدا برفقاته رح يشوف الصوره. كتر خيركم كتر خيركم. شو انتوا كلكم مسافرين؟ اي والله يا خالي اذا الله راد. ما شاء الله عليكم شباب بتاخذوا العقل. لوين رايحين وتاركين بلدكم؟ تاركين امهاتكم وناسكم واهاليكم؟ والله يا خالي خلص مشي الحال، الحكي هلا ما بقى يفيد. لا بيفيد، لساتكم على البر، لساتكم جوا وبتقدروا ترجعوا. ليش لحتى ما ترجعوا؟ من شو خايفين؟ من الموت؟ لك انتوا تاركين موت ورايحين لموت تاني، تاركين قهر ورايحين لقهر تاني. والله والله سمك البحر شبع من لحمكم، وحوش البراري حفظت ريحة دمكم. خالي مشان الله خلاص وسيدك خلاص. هذين نوراس لا جاهزين، نص ساعة نكون عندك. يلا غدا قومي في فيقي سوسن، نص ساعة لازم نكون عند نوراس. حكى معي هلا. قومي سوسن، قومي معنا نص ساعة بالسفر. يلا قومي. اي نوراس جبت عملات وشنا؟ شو فقست طلعة؟ لسه في راك بين ما وصلوا. شو بك مستعجل؟ استنى شوي. اهليكم مساء الخير. اهلين مساء النور. يلا تفضلوا اطلعوا تاخرنا. لحظة لحظة اخي، لوين بدنا نتفضل؟ على السيارة. وين بدك تطلع يعني؟ دخلك طويل مشوار بالسيارة؟ شي ساعة ونص. بس مو هذا الاتفاق، الاتفاق نطلع عفان مو بيكا. والله هذا اللي تيسر معنا،
مشيها هلا كلها ساعة ونص بالسيارة، مرة ثانية بنجيب لك ليموزين. أنا ببيكاب ما رح أطلع أمشي. رامي أنا دافع مصاري حبيبتي، شو أطلع ببيكاب ومسخرة؟ مشونا يا جماعة خلينا نتيسر، والله تعبنا من الوقفة. فهموه لسعادة السفير يلي جاي معكم. في مجال بلا مسخرة؟ انتبه على حالك ها، أوعك تغلط معي. رامي خلصنا مشان الله، خلينا نمشي. ألو إيه يلا يلا جاهزين يلا فورا يلا يلا حرك حرك حالك يلا تفضلوا إذا بتريدوا يلا يلا شو عم تستنى عمي؟ تفضلوا عندي لهون تفضلوا تفضلوا يلا اسمعوني منيح يا جماعة، بدنا نكمل مشي للنقطة اللي بدنا نطلع منها، ماشي؟ كمان مشي يعني؟ قديش نمشي تقريبا؟ والله حسب همتكم بين الساعتين وثلاث ساعات. مو على اساس المشوار كله ساعة ونص؟ ساعة ونص بالسيارة، بس حضرتك ما سألتني عن المشي. يعني ليش السيارة ما بتوصل لمحل مرايحين؟ لا أخي ما بتوصل. هلأ المهم إنه نمشي ورا بعض وما في داعي نطلع ضجة بلا ما الجندرمة تشتلق علينا، وبتعملوا موبايلاتكم على الصامت. يلا الحقوني. ما تقلقي نحن رح نساعدك بالولد. عملوا عملوا موبايلاتكم صامت. يا جماعة هاي مثل ما شايفين كل شيء جاهز، فيلم جديد والموتور جديد معبى بنزين. يلا بس قبل ما تطلعوا حاسبوني، بقيان على كل واحد $1000.
وانت شو بك ليش خايف؟ لا ولا شيء، بس بردان شوي. شد حيلك يا زلمه، لسه المشوار باوله. ايه يا شباب، مين بده يسوق البلم؟ شو؟ انو بلم؟ شو؟ شلون يعني مين بده يسوقه؟ ليش انت مو طالع معنا؟ يا جماعه روقوا شوي لحتى نفهم شو بدنا نساوي. لا يا شباب، انا ما راح اطلع معكم، لازم واحد منكم هو اللي يسوق البلم. طيب اذا ما بدك تطلع انت، بعت حدا من جماعتك. ما بقدر ابعت حدا، لانه هذا البلم رح يضل هنيك. معلم بس انت ما قلت لنا هذا الحكي. مزبوط. ايه بس انتم ما سالتوا. مو مشكلتي، هي مشكلتكم. روحوا سالوا كل يلي هاجروا قبلكم. يلا. احكيلك يا اخي، احنا مالنا غير الله وغيرك هلا، مشان الله هات ايدك لبوسة لا تسرقنا. عادل احكي لك كلمة. شو بدي احكي؟ مو شايفتي؟ يا جماعة اختصروا على حالكم الحكي والوقت. لا عمي اذا ما في شوفير انا ماني طالع. شو هدي بوسه معنا شو عم يحكي؟ والله انا ما عم بفهم ليش انتم خايفين. هذا بلم مطاف ويلي بده يسوقه بيتعلم خمس دقائق عليه. ما فيها شيء الشغله، شو بكون؟ لك اخي الشغله بدها خبره. بركي صار معنا شيء نحن بنص البحر، شلون بدنا نتصرف؟ باذن الله ما بيصير معكم شيء. خلصوني هلا، عم تضيعوا وقتكم على الفاضي. ها يا جماعه، عليكم البحر قديش هادي. هاي الفرصة ما حصح لكم مرة ثانية. أخي أنا ما بدي أطلع، بطلت كل الطلعة. خلاص شو الشغلة اللعبة؟ أخي عامل لك بطلت الطلعة، خلاص بطلت السفرة كلها. شو بك؟ الظاهر أنت بدك تموت هون. بدك تموت هون؟ معقول معقول؟ شو بك؟ لك امسكوه يا جماعة، امسكوه. تعال هلا هلا بكومك هون، فهمان ولا لا؟ ها؟ بقت لك بهربك، نحن مالنا أولاد صغار. ما نلعب؟ كلام للجميع، كم زيارتك؟ تسمع؟ ممنوع الانسحاب، ممنوع. هلا بعد ما عرفتوا موقعنا بركي شي واحد منكم راح بلغ عنا. قدامكم حلين بس، يا بتطلعوا بالبلم يا بتموتوا كلكم هون. انت مين فكر حالك؟ راس ولا حيوان؟ ما بدي اسمع منك ولا حربعه. اخي لك يا حبيبي، شو بدنا نساوي؟ انا لو بعرف كنت سقته والله، بس ما بعرف. حسن يلا معكم ثلاث دقائق بس لحتى تقرروا. يلا انا اللي رح سوق. شو تسوقي ما تسوقي؟ انت سباحه ما بتعرفي تسبحي، بدك تسوقي؟ خلص انا اللي رح سوق، وين اللي بده يعلمني؟ الحلوه اللي مثلك ما خلقت لك شغلات. النعومة هاي، النعومة تبع الزينة هاي، حرام تنزل بالبحر. ايدك عنا ولا؟ هذا الكلام اللي له حيوان؟ لا بدك قوس قوس، بكفي متاجرة فينا بابي، كفي، أنا ما عاد فارق معي. لحظة شو هاد؟ قسما بالله لو ما كنت من طرف واحد صاحبي لفضيت المسدس براسك يا كلب. لك أنتوا شو مفكرين حالكم ها؟ سواح؟ بشر؟ بني آدمين؟ أنا شايف من أمثالكم كثيرة، كلكم تحت رحمتي، بتموتوا هون وما حدا بيدرى فيكم، واحدكم حقه رصاصة بس. ها يلا حركوا حالكم، خلصوا ثلاث دقايق. أنا رح سوق الزفت، مين بده يعلمني؟ قران بده يعلمه. يلا روحوا البسوا ستر النجاة. يلا سعيد سعيد. شبك يا زلمه ليش خايف؟ قدي مروان، ان شاء الله مطولين لنوصل. كثر حيطول بالك، شو بدي ساعتنا باول الطريق. يا ربي انا شو كان بدي بك لهي القصه؟ شو عملت في حالي؟ والله لو بعرف فيك ما كنت طلعت. سامر خلص يا زلمه، شو صار لك؟ شد حالك شوي، مشي الحال، طلعنا ادعي لنا نوصل بالسلامه هلا. يا ريت معقولي ما نوصل؟ معقولي ما نوصل؟ على هالقصه بقى معاه، شبك عم تخوف العالم؟ ضبوا له رفيقكم. خلص هدي انت تعال شبك. هلا انا عم خوف العالم. سكتت
بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة هذا الظاهر الموتور تعطل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شو صار أخي؟ شو صار؟ استر على عرضك، استر على عرضك يا شاد الله، ما بدي أموت. استر على عرضك يا جماعة، مشاء الله اهدوا شوي، خلينا نعرف شو صار. مرمان مرمان إن شاء الله وجريدك، ما بدي أموت. يا جماعة اهدوا شوي مشان الله. اللهم لا أسألك رد القضاء، لا أسألك لطف شيء. يا ربي دخيلك يا ربي، تلطف فينا يا رب، تلطف فينا. انت شو عملت لحتى خربته؟ لك الزلمة شو دخله؟ يا جماعة هذا كله اللي عم تعملوه ما بفيد. أخي برضاي عليك، جرب الشغل مرة ثانية. عم يشتغل. طيب كيف يعني ما عم يشتغل؟ لا تقول ان شاء الله، لا تقول ما بدي موت. استر على عرضك مروه. اسمعوا يا جماعه، الله يخليكم ما بدي فوضى على البلم، اي حركه بجوز تقلبنا. هلا حتعمل لي فيها خطه؟ انت تحديدا بتخرس، ما بدي اسمع منك ولا كلمه. لك خلصنا بقى، رح تقلبوا فينا، شو بكون اهدوا؟ لك هلا مو وقتكم يا جماعه، والله مو وقتكم. خلينا بمحلنا كل واحد يا شباب، الله يرضى عليكم. يا جماعه انا اللي عم سوق، وأنا المسؤول عن البلم، أنا عم حاول أعمل كل شي بعرفه، ما بدي فوضى بنوب. هلأ المحرك عم بيقع قليح، بس كأنه ما فيه بنزين، ما عم يدور. شلون يعني خلص البنزين؟ الله لا يوفقك يا رب، رسل كلب ولا وجه لك الخير. ضحك علينا قبل الحرام، لك ضحك علينا، الله لا يوفقك. واضح يا جماعة أنه نضحك علينا، بس بدنا ندبر حالنا بحالنا. شلون يعني بدنا ندبر حالنا بحالنا؟ من وين بدنا نعبي بنزين هلأ ونحن بنص البحر؟ هدي هدي هدي. طيب شو الحل هلأ؟ شو لازم نعمل؟ يا ربي يا جماعة ما في قدامنا غير نقعد هادين ونتصل بخبر السواحل نحدد موقعنا. طيب اتصل بسرعة، الله يرضى عليك، اتصل يا ابني اتصل. أنا رح شغل. لحد عم يرد. شو يعني ما رح يرد؟ شو يعني؟ هدي هدي مشان الله، خلص رح ارجع حاول مرة ثانية. طب جربوا نتصل على تبع السواحل اليوناني، مو ضروري التركي. مو بالاول لنعرف وين نحن، اذا كنا بتركيا ولا باليونان. وبعدين يا جماعة بدنا نضل عم نحاول نتصل. دخيلك يا ربي، دخيلك يا ربي، لأمتى بدنا نضل بعرض البحر؟ لك أنا معي ولد صغير يا جماعة. بدنا نستنى لحتى حدا يشوفنا بالصدفة، بس أهم شي يا جماعة بدنا نغتصب بالمي اللي معنا، ما بنعرف قديش بنضل قاعدين هون. لك يا جماعة إذا ما بدنا غرق لا حنموت عطش وجوع، شو بكون؟ لك شو عم تحكوا؟ خلص عود لك لطيف لطيف. ما كان ناقصنا غير هالمجموع. يسلموا يا معلم، يعني لولاك ما كنا عرفنا نجيبه. ناس لبعض اخي، ناس لبعض. المهم الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. هي اختراع جابته ليكو. يا جماعة
يا جماعة هنيك في شي عم تحرك. ليك ليك هنيك. ألف حمد وشكر لك يا رب العالمين. اي والله اي والله ان شاء الله يشوفونا. الحمد لله يا رب. الحمد لله يا رب. ألف حمد وشكر لك يا ربي. ألف حمد وشكر لك يا رب. دخيلك مطوعين من البنزين. معك بنزين؟ وار بلا بنزين؟ الحمد لله معه بنزين. كتر خيرك يا ابني كتر خيرك. شباب البنزين على حسابي، الله وكيلكم، ما حدا منكم بيدفع قرش. على حسابي انا اخي، انا على حسابي. طول بالك ابو وليد طول بالك. اعطينا اعطينا البنزين. اعطينا بنزين ورد رسالة جزيرة كوس هير ادم اكيز اورو. ما عم بيقول شو عم بيقول؟ 200 اكيز اورو. قال معهم بنزين بوصلنا لجزيرة كوس بس بده 200 200 يورو. هير ادم اكيز اورو معنا. اي الله لا يوفقك. منين بدنا نجيبوا هدول؟ بس هذا اسمه اكل هوا واحتيال. اكيد متفقين مع هذا المهرب الكلب وهو اللي بعتهم. ماشي امر دل الله. مسيك اخي. لك الله لا يسامحك بجهنمي. لك بعيني اللي فوقنا واللي تحتنا لحتى نسافر نقوم نصرفها على قطاع الطرق والنصابين اللي مثل حكايتك. خلص هذا هذا خلص. مسيك حكمي قوي على الضيف يا بنتي. حكمي قوي على الضيف. الحمد لله يا ربي. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله لك يا ربي. الحمد لله. يا غزيف يا جماعة انبخش البلا بالهول. يا جماعة شو عملك؟ شو عملك؟ شو عملك؟ لك يا اخي المي عم تفوت. شو عم نعمل؟ شو بدنا نعمل؟ يا ابي يا ابي ان شاء الله هدي 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 ان شاء الله. شو صار معك؟ انا ما بعرف اسمح لك. ما بعرف انت كله. شو صار معك؟ لا ابني معي خلص نهدى شوي نهدى. صار لازم ننزل على المي بسرعه. كله يتفقد ستره. المي صارت عنا هون جوا. ما عاد قدامنا حل تاني. شو؟ شو عم تقول انت؟ لك شلون ننزل على المي؟ شلون اللي شلون؟ يعني خلاص راح اموت يعني. بسم الله. بسم الله. كيف بدنا؟ معنا اولاد ومعنا عالم يا زلمه. يا الله. خلص انا معك معك لا تخافي. خليني اقعد دخيلكم دخيلكم. يا الله. شلون ننزل على المي؟ لا تخافي لا تخافي انا معك. أنا معك وحياتك أنا معك. لا يا بابا لا يا حبيبي. يا حبيبي يا أمي. مروان ايمن
قلت لك ما راح اتركك. لك يا اياد اذا حاسس بالذنب تجايف وخلص كمل معروفك معي واحفظ الرقم اللي راح اقول لك عليه. الله يخليك. احكي مع امي وخليها تسامحني. الا اني انا بحبها كثير. الا اني كنت حابه اعوضها على الاساور اللي بعت لي اياها مشان تصفرها معي بس ما قدرت كنت كثير قاسيه معها. زمان كنت عم احاولك وشجاعه قال على اساس بس ما طلع بايدي. انت شجاعه قوية شدي لحالك شوي اللي قطع كل هالمسافه بيقدر يقطع البقيان. صدقيني رح نصعد ورح تحكي مع امك ورح تطمنيها. يلا لك انت منيح اللي بعت لي اياك. منيح شدي لحالك. انت رح اجنيك شوي وانا رح اسحبك. طيب يلا. كنت هتشغل يا عمري كنت هتشغل
عادل في مركز صيد هو مش على الموضوع. عادل عايش؟ ايه عايش. تعطي اعطيني اياها. وين بدك تاخذه؟ ما فيني تاخذي معك. مش انا لوين بدي اروح؟ بدك تكملي الطريق معنا هذا. ما بدي اروح لمطرح. انتوا روحوا لحالكم. انا بدي ضل عايبني واستنى سوزن. فور. كرماله لازم تكملي. لك شو نفع الدنيا من غير ابني؟ مشان شو بدي اعيش بقى؟ مشان شو بدي اعيش؟ مشان شو بدي اعيش؟ صدقيني يا غادة انه راح على مطرح احسن من اليوم. راح على مكان ما فيه عتمة. ما في وجع، ما في برد. راح على مكان ما فيه حرب. ولا دم ولا قتل. راح على محل في حدا بيحبه أكثر من أهلي. ما حدا بحببني أكثر مني. ما حدا ما راح يكون لحاله. صدقيني ما راح يكون لحاله. في ولاد كتير قبله سبقوه. راح يكون عصفور من عصافير الجنة وراح يسبقك ويفتح لك الباب. راح يسمعني ويتحركي. ايه راح يسمعك. وروحه راح تضل معك وتتصل. صدقيني راح تحسي. غادة يا ويلي أنا يا أمي ما لتركتك يا عمري أنا ما لتركتك يا أمي يا أمي غادة Thank you.
عادل معكم؟ الحمد لله على السلامة يا شباب. الحمد لله على سلامتكم. قلت لك شفته عم يطلع بمركب صيد. مين؟ أنا إياد. خير إياد شو في؟ ما قلت لك رح نوصل. ما قلت لك وسايفيني. ليش شو صار؟ كنتي جاهزي حالك على السريع بدنا نمشي، طلعت الخارطية. عن جد؟ خبري قاعدة تجهز حالك أنا. يلا أنا ناطركم. إياد؟ رح نكمل المشوار سوا؟ أنا رح ضل معك. رح كمل الطريق معك. لو شو ما كان ناطرني. أنا لما طلعت من الشام كنت مفكرة حالي إني رايحة عم دور على وطن بدل اللي ضيعته. طلعت عم دور عليك. إيه عليك أنت. وما عاد بدي إياك تضيع بعد ما لقيتك. صدقيني رح نوصل. بعرف. بعرف لأني بوسف. وأنا رح كون أنت. أصلا ما فيك تكون غير هيك. وصلنا على الحدود بين اليونان وصربيا. لا 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 لبكره لبكره لحتى نقطع الحدود. ايه لبكره لحتى نقطع الحدود. ما تاكلي هم، انا كل ما نوصل لقرني نقطع قرني بطمنك عنا. خلص وعد لابعت اخذك ولا اقول لك براسي رح ارجع لعندك اخذك واطلع. ايه امي ادعي لي. ادعي لنا قلنا كلنا امي. ايه الله معي. السلام. تسلم. ولو شفت شفت شو فايدة الموبايلات ضد الماين. افرضها بقى. ما بدك تحكي مع اهلك؟ اهلي هلا كلهم معي. انت وعائلتي. مهم طمنتيها لأمك؟ قلت لها أني معك. معقول لسه تخاف؟ عمو ما بدك تطمن على أولادك أو على أهلها؟ والله ما لي عارف عن شو القصة. صار لي ثلاث أيام عم جرب دق لهم موبايلاتهم مسكرة. خايف يكونوا طلعوا يدوروا علي بتركيا كمان. طيب والحل؟ ما معك رقم حدا من جيرانك من قرايبينك؟ لك لك ايه والله حافظ رقم ابو عمار جارنا. طيب خود جرب حكي. الو مرحبا ابو عمار، شلونك؟ ان شاء الله بخير. ايه ايه ابو وليد، انا ابو وليد. كل الامور بخير الحمد لله. اللي ابو عمار الله يخلي لي اياك. صار لي ثلاث ايام عم حاول دق لاولادي ما حدا عم يرد علي، موبايلاتهم مسكره وعلى الارض ما عم يردوا. لا تقولها لا تقولها ابو عمار. نزل صاروخ نزل صاروخ. قولي 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 لك نخنخنها.
لك إذا صاروا خلباتي ولادي ولادي كانوا نايمين وما في الله لك يا ربي دخيلك ليش يا ربي ليش لك أنا سافرت من شان ولادي ظلوا عايشين يا الله ليش لك ليش يا الله ليش أولادي أولادي كانوا نايمين وما فاو أولادي كانوا نايمين وما فاو أولادي زيد شباب الشعب لك يا وليد يا غيث لك ليش تركتوني ليش ليش تركتوني يا الله ليش ليش تركتوني ليش لك كفية الباب شو أعمل بحالي أنا انسحبت واخر نفس من نيابي اخذت روحي لك اخذت روحي بكل شي بيان من عمري خلص عمي ابو لي قول بالك نحن هون كلنا اولاد لا ما حدا منكم ابني ما حدا منكم ابني ما حدا منكم ابني ما حدا منكم ابني انا كان عندي ولدين بس ولدين كانوا عيوني اللي بشوف فيها كانوا ظهري ظهري اللي بيسرد عليك ويبكي هلا انا مشلول انا صرت مشلول هلا انا ما عندي حدا انا ما عندي حدا ابوه بيعدي لي كلمه يا الله لحظة جوزيني هيك تشوفه والفستان اللي خيطت لك يا رفيقتي تلبسيه وتكوني مرتي هذه المرحلة انت هلأ مرتي قدام الله وقدام كل الناس بوعد بس نصير بألمانيا لأعمل لك أحلى عرس حبك إياك إياك تكون يوم لأنك لا تطول أكيد ما رح تطول ليجورا ليجورا سلام يبدو برك واقف عندي بيتك عند برد أم مبروك يا عريس خلي كل العالم تحكي بالصدق ان شاء الله الف مبروك خلاص روقنا منيح اللي هدفنا هون بهالبراد هلا جاي طيارتي خاصة تاخذنا يلا روق ضحاك امشي شرف امنا متاخر
شوفي يا جماعة شو عم يصير؟ شو الله شو عم يصير؟ يا جماعة السيارة وقفت، وطوا صوتكم بلا ما حدا يسمعنا. هي صوتكم ماشي ماشي. صعب انت ما معقول يكون اشتغل البراد؟ ما يعني؟ يعني راح اموت كذا ولا؟ اي ولد مشط انا ما تقول اياد اياد انا ما حد فيني رح اتجمد يا زلمه برد كثير خلينا لاقي لنا شي دره هون او هون نفوت نشعل النار ندفي عضالنا بدك شو نشعل معه بدك تلم الشرطه كلها علينا شو اعمل انا بردت كثير بسيكات حطوا على كتافك طيب وانت خلص هلا انا دفيان بس ابرد باخذه يلا شكرا على الله يلا وقف وقف ستوب ستوب لا مو هاد البرهد طلع فيه لا عم بلا زين زين وامنه
الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك.